في فاير بلاي متواصلين حتى للخمسة. نحكيو على نادي حملان في آخر إسعادات لعودة البطولة تقريبا قبل أسبوع من عودة النشاط. معنا الكوش نبيل تاسكوس. نبيل أهلا بك. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. مرحبا بك سي نبيل. دونك حملان في آخر إسعادات نادي حملان في عودة البطولة حاضرين إن شاء الله بنسبة مئوية قداش؟ والله ديما نقولوا الحمد لله، معناتها كانت التحضيرات جيدة. في اخر التحضيرات كانت شويه هكا بيرتيرباسيون صغيره ماهيش كبيره، لكن الحمد لله معناتها مجمل التحضيرات كانت طيبه، المقابلات كانت طيبه. نجم نقول معناتها مشينا في اصوات، معناتها صوت كبير في التحضيرات. لجورجي لا دونك دخلنا في التحضيرات نتاع الاسبوع الاول معناتها استنى في البطوله. كل شيء على ما يرام والحمد لله. معناتها قلت لي بيرتيرباسيون من اي نوع؟ معناها لا بيرتيرباسيون صارت ما نقولش واحد، مي كلمة خرجت في ساعة تلقاها واحد وخرجها وصادق بالتراضي ودرسناه وقتها على رأس الفريق ومازلت ندرب واليوم قمنا بالتدريبات الصباحية والأمور عادية والأمور ماشية. إي جوستومون سي نبيل خرج كلام ما نعرفوش حول القطيعة مع نادي حملان، فشنو الحكاية بالضبط؟ ما ثم حتى قطيعة، معناتها كانت هاني قلت لك أنا بعد مقابلة نتاع الترازي الأبي التونسي كان مدى المقابلة خرجت حكيت شوية مع الأجواء المرافقة اللي معايا، بعد خديت كرفتي وروحت على روحي. دونك بعد ما راني إلا أني معناتها مسكر تليفوني ودرا شنو وتعلق بالترازي، وأنا وقت نهار أحد نهار إجازة خرجت مع العائلة مشينا نعملوا كيما الناس الكل، معناتها واحد يمشي يخرج شوية من الستريس يخرج شوية من الضغط. انه كاو الاكثر الاقل ما حدش اللي معناتها خارج الاطار هذا. قلت له حكيت مع المرافق نتاع الفريق بس شنو بالضبط؟ نحكيو معناتها مع المرافق بعد شويه هكا شويه غش شويه وا دونك انا بارلي دون فاسون عاليه شويه، واحد ورانا سمع بعض الاطراف الحديث معناتها عمل لها طاوله وكراسي وخرجت 8 نتاع الليل معناتها في اذاعه دونك استقالت بدعات اخرين وما تم حد شيء. اي لا وقت بالاستقاله معناها انت بطلت تقول هكا؟ الاستقاله كان مشروع الاستقاله مش المرافق، لازمني نحكي مع الرئيس. انا معناتها انا حكيت مع الرئيس وتعاقدت مع الرئيس، دونك اذا كان تم حاجه راني باش نحكي مع الرئيس مباشره معناها مش مع المرافق. فهمت دونك ظهرت لي انا عاديه جدا جدا زاد ما احد غير ثم بعض الاطراف اللي تحب معناتها نورمال ما كي تلقى لك الامور ماشيه والحمد لله. معناتها كانت كيما قلت من الاول التحضيرات كانت معناتها طيبه للغايه من الاول، بعد صارت هالبرتيرباسيون ان شاء الله معناتها حدا غادي وتوفى دونك نحضر في المقابله نتاعنا وما عندنا حتى اشكال اخر. توصلت مع رئيس حكيت مع رئيس فضل بن حمزه؟ مع رئيس حكينا مع الرئيس وقعدنا مع الملاعبيه واليوم زاد عندنا قاعده مع الملاعبيه ومعناتها تحضيرات عاديه نحضروا في البرنامج تاع الاسبوع ما ثم حد شيء. دونك الامور على العال معناها والجو باهي في حملان الحمد لله. باهي راضي على التحضيرات نتاع نادي حملان في سينابيل؟ والله ابار معناتها كالكو ديفايونس اللي صاروا، اما ديما نقول في المجمل كانت طيبه فهمت. يقال انه ما كانش فما شويه تململ بعد مقابله الاسبيرونس، ملي خلى في الاجواء هذه صحيح ولا؟ بعد مقابله الاسبيرونس الماتش الودي، بعد مقابله الترازي الرياضي تونس كانت معناتها كيما تعرف في اخر التحضيرات وكانت شرج شويه عاليه شويه على الملاعبيه، دونك وقعد سفره من مسير لتونس والدنيا سخونه برشا وتعرف الناس الكل تعرف اللي معناتها في الفصل في تونس فصل الصيف، دونك عاديه بالنسبه لي انا عاديه، صحيح تغشش صحيح درا شنو، مي تقعد ديما في الكادر هذاك وفي اطار المقابله هذيك وفي كل شيء وتعدى كل شيء على روحه. خاطر نعرفوا نحن الصحفيين نحط حتى بلاصتي روحي بلاصه الزميل، اذا كان سمع المدرب معناه في تململ معناه نتصور ما عنده حق معناه يخرج حد اخبار كيما هكا ولا لا؟ ما تقولش طلاق بالتراضي وانا ودرا شنو وتفاهم مع الرئيس وتفاهم مع الدنيا الكل، معناه سي با نورمال. انا اجي انا هز تليفون وكلمني نعطيك الصحيح، هز الرئيس تليفون للرئيس وكلمه يعطيك الصحيح، اذا كان افار الدوز هذوما اللي كونسيرني ما نصورش ثم واحد اخر كونسيرني بالافار هذيا، اذا كان الزوز الاطراف ماهمش معناتها حاضرين وتفاهموا وريتهم خرجوا نورمال وما ثم حتى اشكال. ما نصورش انا معناتها تسمع تعليق بالتراضي وتعليق ودرا شنو، في بيرتيرباسيون بالنسبه لي انا كانت شكليه وتعدت على روحي. سينو ليفكتيف الكل على ذمتك ان شاء الله مع عودة البطوله؟ ليفكتيف الكل موجود والولاد الكل يتمرنوا، وقلت كيما قلت قبيلك قمنا بحصه صباحيه اليوم تعدت فيكم معناتها التحضيرات العاديه والحمد لله معناتها ما عندنا حتى اشكال. دونك حتى الملاعبيه اللي وفاوا عقودهم باش يكملوا مع الهمهمه ان شاء الله؟ وقعت الاتفاق مع الملاعبيه وخذوهم حقاتهم وامورهم على العال، دونك ما عندنا حتى اشكال
من ناحية المالية ولا من ناحية واحد ما عليهم توا كلم لاعبي الكرة تستقيم. عملنا اللي لازم يتعمل، حضرنا دخلنا في تربصات، عملنا المقابلات دونك كل جور في لا دونك اونسي باش نكونوا في للوبجيكتيف اللي حاطينه وان شاء الله ربي يجيبنا في الثواب وان شاء الله معناتها نبعدوا شويه على هالمزايدات والجمعيه تمشي والحمد لله معنا. قلقكم شويه التوقف خاصه كنتوا في نتائج باهيه كنتوا قبل متى الكونفينمون والكورونا؟ بطبيعه بعد 3 اشهر معناتها من الكونفينمون تعرف اللي ملاعبيه ما خرجتش وملاعبيه في الديار وثلاثة اشهر ما تحركتش. نحن قرينا حسابنا في كل شيء وانا كومونسي لويس جوان معناتها براتيكمون من اول الجامعات اللي رجعت تدرب وقمنا بالتحضيرات الكل اللي سطرناها واللي حضرناها الكل كانت في المجمل انتها طيبه وتقلق انا حسب رايي معناتها قلقت برشا ملاعبيه حتى في الفوا حتى في الواحد الحمد لله معناتها الملاعبيه كل رجعت للميزان عادي ورجعت للفورمه نتاعها ان شاء الله معناتها دي سينار لحد يكونوا حاضرين. اذا كان نحبوا نطمنوا احبائنا دي حملم في على البقاء حظوظ حملم شنو؟ والله وافر معناتها كيما الجمعيات الكل نحن عندنا 10 مقابلات مازال معناتها عندنا 5 مقابلات في حملم وخمسه خارج حملم دونك مصيرنا في دينا مقابلاتنا عندنا اذا كان الواحد ماهيش باش تكون معناتها سهله لكن يلزم واحد يعرف كيفاش يجري اللي ماتش سورتو معناتها اللي ماتش لي 3 ماتش بار سيمين ورا بعضهم دونك نتصور انه اللي يعرف يجري الجروب تاعو واللي عنده جروب معناتها نورمالمون باش يتحقق ملاعبيه خاطر كمان سيف ودنيا سخونه باش يستعمل معناتها تاخذ 3 ماتشات في الجمعه دونك اللي عنده ان افكتيف ريش واللي يعرف كيفاش يصحفر يجري الافكتيف تاعو حسب رايي انا هو اللي باش يكون معناتها من الجمعيات اللي يمنعوا على 3-4 ماتش دو لا فان دو لا سيزون. نجم نعطي نسبة مئوية؟ والله ما نحبش ندخل في النسبة المئوية خاطر ما تعرفش شنو الظروف ما تعرفش شنو اللي باش يصير دونك نحن حاطين لي بلون تاعنا حاطين الدنيا الكلها دونك ان شاء الله نقول معناتها 80% 90% ان شاء الله نكونوا معناتها 3-4 ماتشات نكونوا في بر الامان ان شاء الله. يعطيك صحة، شكرا لك سي نبيل. يعطيك خويا مرحبا بك. وبالتوفيق ان شاء الله لنادي حمام لمف في بقية مشوار البطولة. هكا نوصلوا لنهاية فير بلاي اليوم، شكرا عليا باشا في الإخراج، شكرا ناصر السيكري اللي عامل لكم اللايف ستريمينغ على الباج نتاعنا إكسبريس أفام وكيف كيف الباج.